بدأت قصتي قبل 3 سنوات وإلى الآن أنتظر الحصول على اللجوء. كلمات لخص بها الناشط الصحفي حسام شهاب ما جرى معه بعد الوصول إلى فرنسا للحصول على اللجوء. رفض طلبه أول مرة وشككت السلطات الفرنسية بالوثائق التي قدمها ليطعن بالحكم الصادر وتبقى أوراقه داخل أروقة المحاكم قيد التأجيل تارة والروتين تارة أخرى من دون صدور أي حكم بقضيته حتى الآن. حالة حسام تنسحب على سوريين كثر وصلوا إلى فرنسا ودخلوا الدوامة نفسها بعد إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد عام 2019 الذي أعطت بموجبه مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية الضوء الأخضر لرفض أكبر قدر ممكن من طالبي اللجوء بجنسياتهم المختلفة. تعديلات أثرت بشكل كبير على طالبي اللجوء السوريين الواصلين بعد هذا التاريخ، فبدأت قرارات رفض طلباتهم تتزايد، ما اضطرهم إلى تقديم طعون أمام محكمة اللجوء وانتظار موعد المحكمة شهوراً طويلة لتحديد مصيرهم، رغم أنهم وصلوا عبر تأشيرات رسمية إلى باريس. لكن تلك التأشيرات لم تشفع لهم، حيث يصر الأوفبرا على رفض طلباتهم بمزاعم لم تكن مطروحة من قبل، حيث كان لطالب اللجوء السوري أولوية الحصول على حق اللجوء. الصحافة الفرنسية وفي حديثها عن الموضوع أرجعت ما يحدث إلى وجود اختلاف حاد في تعريف طالب اللجوء بين وزارتي الخارجية التي تمنح تأشيرات اللجوء والداخلية التي تقرر منح حق اللجوء، وبين هذه وتلك تعيش عشرات العائلات السورية الواصلة حديثاً مصيراً غامضاً بعد إجراء عدة مقابلات لجوء أو الحصول على قرار الرفض أو انتظار قرار محكمة اللجوء بعد تقديم طلب الاستئناف، لتفتح بعدها خيارات عديدة لطالب اللجوء إن قررت المحكمة رفض طلبه، منها تقديم اعتراض لمجلس الدولة أو المطالبة بإعادة فتح ملف اللجوء في حال الحصول على إثباتات جديدة، إضافة إلى البحث عن إقامات أخرى كالعمل أو الدراسة أو الإقامة المرضية، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت والتعب.